انتي بنت العودة؟ انتي منو؟ انا مرت ابوك، هذا اخوك زين. اهلين وسهلين اخيتي، يا مرحبا. با هذه شنو قاعده تقول؟ شنو هذه؟ انا اسمي اميره مرت ابوك، وهذا اخوك. انتي ما تسمعين؟ سمعيني انت بس. يبا هذه سجل الكلام اللي قاعده تقوله هذه. اي 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 ايش فيك؟ شنو احنا قاعد تغشر معاك ولا شنو؟ ما تفهمها يبا؟ انت ان شاء الله. لا فهمها ان شاء الله. تعالي يما تعالي اتركها. ايش الحكي هذا؟ سمعيني بنتي. انا بفهمك السالفه الحين. بنتي فهمش بس. عمي والله طلعت من تهين. شفتي؟ يا ما قلت لك ابوك هذا مو دايم لكم، يا مفنقش يا مسوي لكم سالفه، وكاهو طلع متزوج وولده طوله بعد، يعني مو هين متزوج من زمان. انتي حسره حارمه نفسك، لا طلعات ولا روحات ولا ييات، حتى تليفون مثل الناس ما عندك. امي شفتي مرته؟ شكلها نسره مو هينه، لا ومن فوق لي تحت لابسه ماركات، وانتو حارمكم من كل شيء، وقاطله فلوس عليها. ايه خاتم بصبعها مقيوله، اللي ما يطيع يضيع. وانا يا من صح قلت. محبوب جود وينها في؟ جود راح البيت. ليش صاير؟ ترى عمي رديت البيت، فهي راح بكير عشان تشوف عمي. صدق ابوي رد؟ زين الحمد لله. خواتك يوم بنا صدق اللي سمعته؟ شنو ايش فيك صاير؟ ايش سمعته؟ ابوي من امس مو هني؟ لا محبوب يقول ابوي رد. سامي شلونك؟ بخير الحمد لله. دام رد اشوى بس وين كان؟ والله ما ادري يا سامي، محبوب اللي قال لنا. حياكم داخل، ليش واقفين بالحرم؟ سمعت يمه؟ سووا اللي اقول لك عليه بالضبط. ان شاء الله. محاضر يبا ليش بيت غلط احنا؟ عفوا من انت؟ ان شاء الله هذين خواتي. ها؟ شنو؟ نعم؟ للاسف اي. خوا ينبى، حتى خوا ينبى، من هذا؟ انت منو؟ ميتين ترى. شنو هذا؟ منو هذه؟ صدق اللي تقوله؟ اي صدق. ليش ما شفتي البزر مرتز قدامك؟ حبيبتي ابوك طلع متزوج وعندنا اخو، عقب هالعمر هذا كله تونا ندري. لا بالله حلال نضاع، ورثي وحلالي كله ضاع.
اي واحد نفس هالبزر ياخذ الاكل ماكو. وبس هذا اللي هامك انتي؟ اي طبعا هذا اللي هامني، هل انا كله بيروح بياخذ هالبزر؟ بعدين ايش فيه ابوك مسوي نفسه مثالي طلع متزوج وعنده ولد طوله؟ لا والله ماني ساكته، باخذ حلالي قسما عليه. يا سلوى مو كذي تنحل الامور، هدي ايش فيك انت؟ هدي هدي. شوف سامي هذه امور عائليه ولا تدخل فيها لو سمحت. لا وين ابوكم؟ وين خليه يواجهني؟ ما تحكين يا عميدة العائله، ما تحكين ما تقولين شيء، بعدين انتم عايشين عنده هني ما تدرون عنه؟ انا لو قاعده عنده هني كان ريلي على ريله وقعد لي على الوحده، فاهمين ولا لا؟ مو كل شيء بالصراخ ينحل، ابوش تزوج وحطكم بالامر الواقع. عفوا من حضرتك عشان تدخلين بامور عائليه؟ انا ريلي اللي هو ريلي سكتته، نعم انتي. جود انا خليك الحين واكلمك تالي. اللي ما يحفظك. جود ايش فيك حبيبتي تحكي؟ قولي شيء. ما تحكين يا عميدة العائلة يا الكبيرة. أنا مالي شغل فيه. من اليوم ورايح كل واحدة فيكم تسوي اللي يعجبها. صحيح هذا أبوي، بس أنا بعد مالي شغل بأحد بالمرة، واللي تبونه سووه. جود ايش تقصدين؟ ايش هالكلام اللي قاعد تقولينه؟ شنو يعني؟ انتوا تاخذون راحتكم وتعيشون حياتكم وانا انقمت؟ لا والله ماني طالع من هالبيت الا ما اخذ حلالي. جود حبيبتي شنو بالضبط اللي تقصدينه بكلامك؟ اللي عندها كلمه تروح تواجه ابوي تقول اللي تبيه، وانا اول وحده بروح له وبوقف ابوي. الله يستر. إذا هذه أولها الله يعين على تالية. شو اللي سويته أنا؟ حول ولا قوة إلا بالله. شفيك؟ شفيك أنت حلطب؟ صاير؟ إيش حقك ترجف وخايف؟ أنا مو خايف، بس أنا مضايق ليش قلت لهم بهالطريقة؟ أصلاً أنت ما قلت شيء، ما تحكيت. بعدين وين كلامك لي بالأول؟ تقول لي بناتي يخافون مني وبناتي يخافون من ظلي، كل هذا طلع خرطي يا حظي. لا تطالعني كذي، روح زين. افا يبا بس افا، ما هقيتك كذي. بعدين تعال، ترى اشكال بناتك تفشل. عشان كذي عوانس، لا سنة ولا منع. وبعدين معاك، بس خلاص، اقعد راسي قام يعورني. وين جبروتك؟ وين قوتك؟ لا تعطيهم وي. تعال ما تعال هياك سريع. خلهم يخافون منك. بتروح اسمع هاي. انت اسكت، ما تحكي امك تحكي معي. طيب خلينا نروح على المسبح نرمين لساته هنيك. اسمعي يا بنت الحلال. روح زين، شو اسمك؟ ها مشعل، انت وينك فيه؟ Mm-hmm.